السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن من أفضل الأعمال الصالحة التي يتقرب بها المسلم إلى ربه عز وجل في هذه الأيام الفاضلة الإكثار من ذكر الله عز وجل. ومن هذه الأذكار لا حول ولا قوة إلا بالله، وقد وردت النصوص بفضلها وعظم شأنها، وردت لها مفردة وكذلك مجموعة مع أذكار أخرى، وأوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم عدداً من أصحابه. فروى البخاري في صحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون الصم ولا غائباً، إن الذي تدعونه سميعاً بصيراً. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال: يا عبد الله بن قيس، أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. وروى الإمام أحمد مسنده من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرني خليلي، يعني رسول الله، بسبع، ذكر منها: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني كذلك أن أنظر إلى من دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأن أصل الرحم وإن أدبرت، وأن لا أسأل الناس شيئا، وأن أقول الحق وإن كان مرا، وأن أقول وألا أخاف في الله لومة لائم، وأن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من تحت العرش. قال النووي، قال العلماء رحمهم الله: والسبب في ذلك أن هذه الكلمة العظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله تفويض واستسلام لله تعالى، وأنه لا صانع إلا الله، وأن العبد لا يملك من أمره شيئا. والمقصود بكنز من كنوز الجنة ثواب مدخر في الآخرة، كما أن الكنز من أنفس الأموال. قال ابن القيم رحمه الله: لما كان الكنز هو المال النفيس، هو المال النفيس المجتمع الذي أغلب الناس لا يعرفه أو لا يحصل عليه، كانت هذه الكلمة العظيمة كنز من كنوز الجنة، وكانت هذه الكلمة كنز من تحت العرش، لأن صاحبها استسلم وفوض أمره إلى الله تعالى، انتهى كلامه. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله، قال ابن عباس: لا حول أي لا عمل لنا بطاعة الله إلا بالله، ولا قوة لنا على ترك معصية الله إلا بالله تعالى. فهذه الكلمة العظيمة استسلام وتفويض لأمر الله تعالى، وأن العبد لا يملك أن يأتي لنفسه بالخير ولا أن يدفع عن نفسه شرا، وأنه لا يستطيع أن ينتقل من المعصية إلى الطاعة، ومن الضعف إلى القوة، ومن المرض إلى الصحة، إلا بأمر الله تعالى. فالله تعالى هو القادر على كل شيء، وهو الذي أزمت الأمور بيده سبحانه، والعبد لا يملك من أمره شيئا، انتهى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
وهذه الكلمة العظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله فيها طلب إعانة من الله تعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمجيب الذي يجيب النداء عندما يقول المؤذن حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال المؤذن حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والمؤمن قال لصاحبه ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله إلى آخر الآية الكريمة. ولذلك يؤمر بها بهذه الكلمة من يخاف على نفسه العين، سواء خاف على نفسه أو على ماله أو شيئا من هذا، انتهى كلامه. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الكلمة العظيمة لها فوائد كثيرة، فمن ذلك أنها تكفير للخطايا والسيئات. فروى الترمذي في سننه من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص، وقد اختلف في رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو وقفه على عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما على الأرض من مسلم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما من مسلم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. ومن كذلك من ثمارها وفوائدها أنها حرز للشيطان، حرز من الشيطان وكفاية للعبد. فروى أبو داود في سننه من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من خرج من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له حسبك، كفيت ووقيت وهديت وكفيت ووقيت، ويتنحى عنه الشيطان ويقول لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. ومن فضائل لا حول ولا قوة إلا بالله كذلك أنها سبب لقبول العبادة واستجابة الدعاء. فروى البخاري في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تعار من الليل أي استيقظ من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، وإن توضأ وصلى قبلت صلاته. ومن فضائلها كذلك أنها باب عظيم من أبواب الجنة. فروى الإمام أحمد مسنده من حديث قيس بن سعد بن عبادة أن أباه سعدا جاء به وهو غلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخدمه، قال قيس فصليت ركعتين فضربني النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال يا قيس ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قلت بلى، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ومنها كذلك أن من أكثر من ذكرها وداوم على ذلك أعطاه الله عز وجل قوة في بدنه. ذكر ابن القيم عن شيخ الإسلام تيمية أنه ذكر أثراً في ذلك فقال إن الملائكة حملت العرش لما أمرهم الله جل وعلا أن يحملوا العرش قالوا يا ربنا كيف نحمل العرش وفي عظمتك وسلطانك؟ فقال الله عز وجل قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فلما قالوها حملوا العرش. ثم قال ابن القيم رحمه الله
وهذه الكلمة العظيمة لها تأثير عجيب في رفع المعاناة وفي رفع المعاناة الصعبة وتحمل المشاق وركوب الأهوال والدخول على السلاطين ومن يخاف. انتهى كلامه. وهناك قصص كثيرة لأناس أكثر من هذه الكلمة العظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله، فجلبت لهم الأرزاق ودفعت عنهم الشرور وشفوا من الأمراض. وهذا يدل على تأثير هذه الكلمة العظيمة المباركة. أخيرا مما ينبغي التنبيه عليه أن بعض الناس ينطقها بشكل غير صحيح أو يستعملها بشكل غير صحيح، فيقول لا حول الله، وهذا ليس بصحيح، لا حول ولا قوة إلا بالله. كما أشار شيخ الإسلام تيمية أن بعضهم يستخدمها عند المصائب فيقولها جزعا لا صبرا، وهي كلمة إعانة وليست كلمة استرجاع. فالاسترجاع أن يقول العبد إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجعلنا في رمضان من المقبولين ومن عتقائك من النار. اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا تجعل حظنا من قيامنا السهر والتعب. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.